وأخيراً 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 نزل باليت غرافتوفيان باسمي، واحد من اختياري. ما تتخيلون السعادة، يعني من أمس وأنا قاعد أطامر على نزلة هذا الباليت. عن كل متابعيني يعرفون أنا إيش كثر أحب باليت غرافتوفيان، باليت اللي هو الكونتور الكريمي. أحلى كونتور كريمي استخدمته من كل البراندات كان هو غرافتوفيان، ووايد تكلمت عنه ووايد سويت لكم ميك اب توتوريالز فيه. واليوم أنا سويت مع غرافتوفيان واحد خاص فيني، سويت لكم شيء وايد حلو. معلش أنتوا شوفوا بس الباليتات لأن أنا وايد استخدمها فشوية شيء ملخبطة. اللي صار وهو أنا من عشاق هذا الباليت، ولكن عندي مجموعة أحبها من باليت رقم واحد، عندي مجموعة أحبها من باليت رقم اثنين، عندي مجموعة أحبها من باليت رقم ثلاثة. فليش أشتري واحد واثنين وثلاث؟ سويت لكم باليت واحد تشترينه وفي كل الألوان، يعني سويت ميكس من كل الألوان اللي أنا أحبها من الثلاث باليتات، سويتها باليت واحد. في بعض الدرجات بالباليت يعني أنا بالنسبة لي أو البشرة الحنطاوية يمكن يستبعدونها. كل الألوان المستبعدة وخرت عنها وحطيت لكم أحلى ألوان باليت واحد. الحين راح أوريكم الباليت مالي، خلنا أوريكم. حتى هني شوفوا الباليتات الصغيرة، في درجتين أحبهم وفي هني ثلاث درجات. سويت لكم كومبينيشن بين كل المجموعة باليت جمال، راح أوريكم ألوانه. طبعا بقول لكم شيء، هذا الباليت لاستخدام شخصي ولاستخدام البروفيشنال بلس حتى الميك اب ارتستيه اشوفهم ما يستخدمونه. كثر ما اقول لكم هالباليت حلو والتكستشر مال الكونتور خيال، اول شيء يندمج بسرعه بلس ما يتاكسد، ثالث شيء ما يعني ما يقلب على رمادي، وبعدين لما تيون تمزجونه مع الفاونديشن تعرفون سهل المزج. يعني في بعض انواع الكونتور يكون الكونتور شويه ثقيل، لما تيين تمزجينه تلقين ان الفاونديشن الاساس اللي انت حاطته يبتدي يتحرك. هذا لا، هذا شيء ادمان على فكره. هذا الباليت اللي انا احبها يمكن هذه رابعة او خامس وحده انا اخلصها، يعني استخدام ادمان 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 فيها. بنفس الوقت أبي أقول لكم شيء وايد حلو، أنتوا عارفين أن الباليتات مالت غرافتوفيان سعرها 55 دينار، أنا الباليت اللي سويته وحطيت أقل كوست لكم 35 دينار. هو عبارة عن مزيج من الألوان اللي احنا نستخدمها، في ألوان وايد نستبعدها، يعني مثل الأوفر غامجين اللي هناك، الأوفر فات مثل اللي هني، في بعض الدرجات ما لها داعي، هذول اللي على بيجي وايد هم ما لهم استخدام. فحين راح اوريكم الباليت مالي. شوفوا الالوان اللي انا اخترتها، شوفوا بالمقارنه بباقي الالوان. يعني مثلا هذا الباليت حلو بس ما في الوردي ولا في الاورنج، هذا الباليت حلو بس ما في درجه البنيات الغامجه اللي احنا نحبها، هذا الباليت قلت لكم حلو بس مثلا ما في درجة الأخضر اللي احنا نحتاجها أصلا حق الحبوب، هذا الباليت قلت لكم حلو بس مثلا. فسويت لكم باليت حطيت لكم كل الدرجات اللي احنا نحتاجها، نحتاج درجات الكونتور اللي هي هذه الدرجات بلس هذه الدرجات، الهايلايت حطيت لكم هذه الدرجات، حطيت لكم الوردي اللي هو البودر الكريمي اللي هو بودرة الوي الكريمية بلس، حطيت لكم درجة الأورنج اللي احنا نشيل فيها الهالات، وحطيت لكم درجة الأخضر اللي نشيل فيها البقع السوداء مع الحبوب. فسويت لكم يا باليت كامل في كل الدرجات. وايد سعيدة بالباليت، وايد فخورة بهذا التعاون مع غرافتوفيان. شكرا غرافتوفيان، خليتوني أسوي باليت كونتور باسمي وبالألوان اللي أنا بالفعل لما أي أسوي كونتور أبطل ثلاث باليتات. الحين ما أحتاج إلا أبطل باليت واحد وبسعر
مخفض وعليكم بالعافية. وألوانه خيالية، طريقة الدمج حقهم اتموت. أتوقع متابعيني تعرفون أنا إيش كثر كنت أتكلم لكم عن جرافتوفين وإيش كثر كنت أستخدمه، هذا استخدام ديلي. بنات خلنا أوريكم طريقة المزج ماله، شوفوا شلون سريع. إن شاء الله باكر راح أسوي لكم ميك اب توتوريال فيه، شوفوا الطريقة دمج شلون يندمج بسرعة. خلنا أوريكم الفاتح منه. ينن ينن ينن. وانتو تدرون انا ايش كثر استخدم هذا البلت حق الدمج، بثواني ما يبقع ما يتأكسد ما يتشلح وجهك. شوفوا هذه درجة الأورنج، هذه تستخدم حق الهالات، تتوزع حق اللي عندها هالات غامجة او عندها تسبغات في الوي، ساعات تصير تسبغات داير مدار الخشم او داير مدار الحلج الشفة أو تحت العين. هذه التسبغات تشيلينها، أول خطوة أنك أنت تحطين الأورنج تطبطبينه ومن بعدها تحطين لون الكونتور العادي عشان ما يقلب ويصير رمادي. إذا يتي مثلا عندك بقعة أو هالة سودة ويتها دايرة حطيتي مثلا درجة البنانة، بعد شوي راح يتقلب على رمادي، فلازم تكونين حاطة تحت البيز الأورنج. بالنسبة حق اللون الأخضر يستخدم حق الحبوب، تحطينه على الحبة تطبطبينه ومن بعدها تحطين عليه درجة الكونتور اللي هي تناسب بشرتك عشان نفس الوقت لا يتأكسد ولا يبين انه في تحت البشرة في حبوب. او حطيت لكم درجة الوردي، هذا اللي هو البلاشر الكريمي، درجة البلاشر الكريمي اللي ممكن تنحط على الخدود ومن بعدها تمزجينها. يعني هذا البلت لازم يسمونه عوار قلب. عرفتوا ليش سويت بلت خاص فيني؟ عشان اتجنب اني ابطل ثلاث بلتات استخدم منها ثلاث الوان. يس طبعا انا صار لي فتره طويله قاعده اشتغل على هذا البلت مع جرافتوفين، اشتغلت بسكات وبهدوء، خلصت شغلي وريتكم اياه. ساعات مو كل حزه احب الشو اوف زايد، يعني لما الواحد يشتغل مع جرافتوفين ترى هذا شيء وايد حلو، شيء وايد كبير، بس ساعات أحب أشتغل بالهدوء وساعات أحب أشتغل بالشوف. هذا الجرافتوفين هالبلت اشتغلنا بهدوء عشان نعطيكم نتيجة نارية، نقدر نقول نخلي نجاحاتنا تتكلم. شكرا لكم متابعيني، شكرا على ثقتكم دايما فيني، أحبكم. إن شاء الله باكر راح أسوي لكم ميك اب توتوريال، الميك اب توتوريال راح يكون بس عن طريقة توزيع الكونتور، وايد راح تستفيدوا منها وراح تشوفون شلون هذا الباليت سهل دمجه وشلون ينحت الوي. يعني لما تيجي تسوين كونتورنج حق الوي ينحت وجهك بالضبط لان التكستشر ماله وايد حلو، وقلت لكم ما يتأكسد ولا يتشلح ولا يملح عقب ساعه ساعتين.